السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لتواجدكم جميعا. بنرحب بدكتور عمر سالم معنا مجددا بالعالمية لطلبة التنمية النفسي الإسلامي. بنتشرف دايما بوجودك يا دكتور، وبنكون متطلعين لثراء علمك، وبنرحب بجميع الحضور ونشكر حرصكم على التواجد بالوقت، خاصة النهاردة يوم جمعة، فيعني ده بيعكس شغفكم بالعلم ورغبتكم في ان انتم تطلبوا العلم. ربنا يتقبل منا جميعا ويرزقنا العلم النافع لننتفع به أولا ثم ننفع به. في البداية بس حابين إن احنا المرة دي ننوه على بعض الأمور اللوجستية بشكل خاص، لأنه وصلت لنا عديد من الأسئلة على المجموعات، وكمان لأنه دي هي سلسلة ليها طبيعة خاصة مختلفة عن المرات اللي كنا بنطرح فيها محاضرات للمرة الأولى، وأيضا أول مرة نتناول سلسلة ذات طابع تطبيقي بيجمع بين مفاهيم مهمة من منظور ديني. أول حاجة هنتكلم على نقطة تسجيل المحاضرات، وسوف هيكون عندنا بعد كل محاضرة تقريبا ما يقارب 48 ساعة بيكون تسجيل المحاضرة موجود على جميع مجموعات الـ ISIP العربية، والتسجيل هيكون تقدروا من خلاله ان انتوا تشوفوا جميع طبعا المحاضرات خلال من دلوقتي لحد آخر محاضرة ان شاء الله هيتم طرحها. وبرضه هنحط روابط المجموعات الخاصه بالاي اس اي بي على المربع الحواري، عشان لو في اي حد متواجد معانا النهارده في المحاضره لكنه مش موجود في المحاضرات عشان ما يفقدش الماده العلميه. النقطه الثانيه المهمه ايضا اللي تم طرحها هي موضوع الحضور والشهادات. وصلنا اسئله هل في شهادات او لا، واحنا حطينا في الاعلان ان هيكون في شهادات، لكن هيكون في ضوابط معينه لخروج هذه الشهادات. اول شيء بنستاذنكم انه يتم وضع الاسم الثنائي صحيح كما ترغبون ان هو يكون في الشهادات هنا كل مره لما تيجي تدخل على الزوم. يعني لو انت هنا اسمك في اي نيك نيم او اسم ابو كذا او ام كذا، نسال يعني نستاذنكم يكون الاسم واضح، لان ده هيساعدنا في اخذ الحضور. هيكون في حضور دوما بيؤخذ من الفريق بيحضر مباشره. وطبعا الاسم اللي هيتم وضعه ممكن استاذنكم ايضا انتوا تدخلوا بيه كل مره هو لتسهيل هذا الامر. طيب النقطة الثانية انه هتصدر الشهادات لمن يحصل على جميع السلسلة بان هو يحضر كل المحاضرات اللي هيتم طرحها. في هيكون نوعين من الحضور معانا مباشرة، الناس اللي هتحضر معانا كل يوم جمعة، وده طبعا هيكون افضل واحسن لانه هيكون في نقاش حوار في الاخر، ممكن يتفتح الميكروفونات وايضا هنقدر ان احنا ناخد اسئلتكم باذن الله. لكن ايضا لان احنا مقدرين ان هيكون في بعض الصعوبات في ان انتوا تحضروا معانا يوم جمعة، و عادة المحاضرات عن بعد فيها تحديات كثيرة، فيمكن ان انتم تشاهدوا التسجيلات كاملة، وايضا تكونوا من الناس اللي تقدر تحصل على شهادات، لكن ده هيكون بشرط. هيرسل رابط بعد انتهاء جميع السلسلة، يعني كل المحاضرات اللي يتم طرحها من الدكتور بإذن الله بعد انتهائها هيتم وضع رابط على مجموعاتنا العربية. هيكون الرابط ده فيه أسئلة، الأسئلة متعلقة بالمحتوى العلمي لكل محاضرة، مع وضع بيانات هتكون منها طبعا الاسم الثنائي زي ما برضو كنا بندخل بيه هنا على الزوم، مع بيانات اخرى. وهيكون في سؤال للحضور، نوع الحضور اللي انت حضرته، هل حضرت حضور مباشر من خلال الزوم او حضرت التسجيل، هتجاوب عليه في الاخر طبعا مع الاجابه الصحيحه لجميع الاسئله. لازم تجتاز الاسئله بشكل صحيح عشان تحصل على الشهاده، فاحنا كده حاولنا فقط ان احنا نسهل للحضور ان هم يحصلوا على المحتوى العلمي سواء كان بالحضور المباشر او من خلال التسجيل. والنقطة الثالثة وهي الأسئلة ومدة المحاضرة، مدة المحاضرة إن شاء الله تكون 45 دقيقة، وهنفتح باب للأسئلة في النهاية 15 دقيقة، لكن قد يختلف هذا الوقت باختلاف المحتوى العلمي، لكن بشكل عام مش عايزين نطول على الدكتور، فهيكون ساعة محتوى المحاضرة كامل. وأيضا الجانب الأخير وهو يعني الضوابط العامة عشان نستفيد وما يكونش في أي يعني فقد للصوت، في حالة إن الصوت فقد أو لقيت نفسك مش قادر تسمع نستأذنك بس تضع رقم واحد، واحنا هنفهم ان في مشكلة في الصوت. لو انت المشكلة عندك احنا هنحط لك رقم اتنين عشان نقول لك ان احنا سامعين. فالنقطة دي مهمة عشان بس ما نفتحش الميكروفونات او علشان ما يحصلش لخبطة. الصوت احيانا بيفقد من عندنا او بيفقد من عندك بشكل خاص، فلما تكون انت مش عندك صوت هتكتب رقم واحد، اللي سامع من الحضور هيكتب رقم اتنين، فانت هتفهم المشكلة عندك. وايضا بنؤكد على لو سمحتوا خلوا الميكروفونات ميوت علشان ما يأثرش على جودة الصوت عند يعني الآخرين. وكتابة استفساراتكم طوال المحاضرة في مربع الشات، في مربع الحواري، وإحنا إن شاء الله هنجمعها ونعطيها للدكتور زي ما قلنا بقدر ما نستطيع في الوقت المتبقي
بعد طرح المحتوى العلمي. نحب بس ان تكون النقاط دي وضحت. اذا اي حد عنده اي اسئله يقدر يكتبها في الشات برضو عشان نطرحها، فيما يخص الشهادات، فيما يخص التسجيل. طبعا لو حد دخل واحنا يعني لسه بنتكلم على الضوابط دي، يقدر ان هو يسمعها ان شاء الله في التسجيل عشان تكون واضحه ليكم. خلال المحاضرات القادمه مش هنحتاج ان احنا نعيد النقاط دي تاني، تقدروا دايما ترجعوا للمحاضره الاولى وتعرفوا من خلالها كل ما يخص جانب المحاضرات، هتسجل ولا مش هتسجل، فيما يخص الشهادات والتسجيل. فبنؤكد دلوقتي على جميع الموجودين، اذا تفضلتوا وضع اسمكم ثنائي كما ترغبون ان يكون في الشهادات. الشهادات هتصدر في نهايه البرنامج خالص بعد ما نخلص السلسله. والان حابين ان احنا نعرف اكتر ما هي اهميه السلسله دي وهتضيف لنا ايه. العلاج المعرفي السلوكي بشكل عام هو علاج فعال بيستخدم من المعالجين من سنوات طويله، وتم التحديث عليه او الاضافات عبر السنوات. هو علاج محدد بزمن، علاج فعال مع العديد من الاضطرابات النفسيه، وبيتعامل مع الاعمار المختلفه. ولكن هل هناك منظور اخر لهذا العلاج؟ هل هو فقط العلاج الذي اخذناه من الغرب وطبقناه على منظورنا وثقافتنا الاسلاميه؟ هل كل ما هو في العلاج المعرفي السلوكي مناسب لنا كمسلمين؟ هل نحتاج لنفهم طبيعه الايمان وما يحتاجه عند استخدام هذا العلاج؟ وبين العلاج المعرفي السلوكي المتعارف عليه والمستخدم منذ سنوات عديده، هل جميع المفاهيم وادواته مناسبه لنا؟ لماذا نحتاج لعلاج ديني؟ لنتناول هذه ان شاء الله كل الاسئله والاستفسارات اللي ممكن تكون في اذهاننا منذ سنوات طويله، هنحاول ان احنا تطرح خلال هذه السلسله، وهي سلسله العلاج المعرفي السلوكي بمحتوى ديني. هيكون في عده محاضرات مع الدكتور محمد عمر سالم، وهو عضو الرويال كوليدج للاطباء النفسيين بلندن، وعمل استشاري للطب النفسي ومحاضر في جامعة كنت، كما أنه عمل أستاذاً مشاركاً في كلية الطب دولة الإمارات، والآن هو يشغل منصب رئيس قسم الصحة النفسية في المستشفى الأهلي بالدوحة. هو أحد مؤسسي مجموعة الروحانيات والطب النفسي في RC Psych. له العديد من المؤلفات في مجال الدين والطب النفسي، وباحث في الأحلام ومثل الشرق الأوسط بالـ IASD بالولايات المتحدة الأمريكية. اهلا دكتور عمر، سعداء بوجودك معنا مره تاني. اتفضل مع حضرتك الميكروفون. ميكروفون حضرتك مغلق. كده واضح؟ ايوه يا دكتور، صوت ممتاز، اتفضل. نبدا من جديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نسعد دائما بوجودي معكم، ونبدا باذن الله هذه السلسله. هو عباره عن كورس في CBT with Religious Content، او العلاج السلوكي المعرفي بمحتوى ديني. وهو مش مجرد فقط يعني مواد معرفيه علميه، ولكن ايضا بيحمل الجانب التطبيقي وهو المهم. وإن شاء الله سنحاول أن نبسط الموضوع قدر الإمكان، حتى يمكن تطبيقه بالنسبة حتى أثناء الجلسات بتاعة الكورس، كل يعني مهارة بما يناسبها. الخريطة بتاعة أو محاولة هذه السلسلة في هذه النقاط، هنبدأ بموضوع الصحة النفسية والإيمان، ثم أنواع التدخلات العلاجية الدينية اللي هي spiritual intervention في السايكوثيرابي، وبعد كده نبذة مفصلة عن العلاج السلوكي المعرفي، حتى لو شخص مبتدئ ممكن جدا من خلال هذه النبذة يستطيع ان هو يمارس هذا النوع من العلاج المفيد جدا. ثم ننتقل بعد ذلك الى تاريخ العلاج السلوكي المعرفي بمحتوى ديني، يلي عرض اجمالي لبرنامج الصفا، ثم تفصيل موضوعات محطات البرنامج وكيفية استخدامها. اليوم مقدمة طبعا هنبدأ بالصحة النفسية والإيمان وأنواع التدخلات العلاجية الدينية. المرة القادمة إن شاء الله هنبدأ في العلاج السلوكي المعرفي بالنسبة للتقنيات والتفصيل فيها. نبدأ على بركة الله بعلاقة الإيمان والصحة النفسية. الغرب للأسف الشديد تأثر تأثر سلبي جدا في موضوع الصحة النفسية والدين بسبب سيجموند فرويد. سيجموند فرويد مولود سنة 1856 وتوفى سنة 1939، ولد في النمسا ومات في لندن. فرويد اصلا بدأ حياته العمليه كنيورولوجيست، طبيب اعصاب. ده التخصص بتاعه، مش طبيب امراض نفسيه، هو طبيب اعصاب.
واثناء طبعا ممارسته في يعني طب الاعصاب كان بيرى حالات هستيريه زي الشلل الهستيري مثلا او فقدان بعض الوظائف الجسميه بسبب اسباب نفسيه، فكان فيري انترستد وكان يعني مهتم جدا في هذا التنظير لامور النفس الانسانيه. المصدر الرئيسي لنظرياته اللي عملها فيما بعد هو آراءه الشخصيه، ده حاجه مهمه جدا، ما كانش فيه بحث علمي وراء النظريات بتاعته، معظم نظرياته آراء شخصية personal opinion، ده حسب إجماع نقاده، وهنجيب في الآخر بعض الاستدلالات. تم نقد وضحت معظم نظرياته التي اختزلها أيسنك في قوله: كل ما جاء به فرويد وكان جديدا لم يكن صحيحا، وكل ما جاء به وكان صحيحا لم يكن جديدا. الناس بتتلخبط ساعات بين سيجموند فرويد وأنا فرويد. أنا فرويد هي بنت سيجموند فرويد، وكان تشايلد سايكاتريست، وكان أفضل من أبوها الحقيقة، ولها كتاب مشهور اللي هو The Ego and Defense of the Mechanisms of Defense. لكن دايما بيكتب المراجع فرويد كوما اس أو فرويد كوما ايه، فكثير من الناس بيختلطوا بهذا الأمر. هنقفز بسرعة على تراث فرويد عن شيء مهم جدا، وهو كلامه عن الدين. فرويد عمل شوية تنظيرات في الشخصية الإنسانية، تكلم عن تفسير الأحلام، تكلم عن تحليل النفسي وخلافه، وكان دايما في كل الأشياء اللي بيتكلم فيها الأيديولوجي بتاعته زي ما هو بالظبط. صراحة هو طبعا جويش يعني يهودي الديانة، لكنه ملحد ويس الأيديولوجية. ولكن الحاجة الغريبة إن هو ليه مؤلفات في الدين بالرغم إنه ليس رجل دين. تحدث فرويد عن الدين في 3 مؤلفات، ودايما أحباء فرويد بحبوا يخفوا هذا التراث عن القراء. أول بيبر نشره عن الدين اسمه فيوتشر أوف أن إليوجن، يعني مستقبل وهم، سنة 1927. الوهم الذي يقصده كان هو الدين. بعد كده توتم أن تبوز بيتكلم فيه عن المقدسات الدينية وبيحاول أنه ينال منها. ثم ختم حياته بكتاب كبير اسمه موسى والتوحيد، موسى أند مونوثيزم. ده ألفه أو طبعه في السنة اللي هو توفى فيها سنة 39. بكتاب موسى والتوحيد أفصح فرويد فيه عن أفكاره الإلحادية بوضوح، وقال إن الأديان هي من صنع البشر، والمتدينون مرضى عصابيون إلى آخر هذا الهراء. وقد أقر صراحة في المقدمة أن كتابه يفتقر إلى الموضوعية، وأنه انحيازي وانتقائي very biased selective لتعديد وجهة نظره الإلحادية. بسبب هذا التعنت في الإلحاد خرج عنه بعض التلاميذ زي أدلر ويونغ، ولكن آراءه أثرت على عدد كبير آخر، مما أدى إلى عداوة بين علم النفس والدين استمرت عشرات السنين عند قطاع كبير من المهنيين. البيبر دي عن نقد نظريات فرويد كتبتها ونشرت سنة 2001 في سايكاتري أبديت، ما كريتيكال إيفاليوشن أوف فرويديان ثيوريز، اللي هو نقد العلمي نظريات فرويد. وهذا النقد العلمي كانت هي ريفيو أرتكل طبعا، يعني مقالة يعني في نوع من المراجعة العامة، ولم تكن آراء أنا الشخصية، ولكن آراء المدرسة البريطانية والمدرسة الأمريكية في من السايكولوجيست ومن السايكاتريست، من أطباء النفس ومن علماء النفس في ما لفرويد وما عليه. والحقيقة طبعا يعني كان ما على فرويد كثير جدا، ما له كان قليل للغاية. في بداية أو في نهاية القرن العشرين في الثمانينات بالذات حصل صحوة كبيرة جدا في البحث العلمي، بالذات الـ Evidence Based Medicine، وأيضا في نظرة السايكولوجيست للدين. وبدأ علماء النفس الغربيين يراجعون علاقة الإيمان بالله تعالى وصحة الإنسان على ضوء البحث العلمي. قالوا طيب فرويد قال هذا الكلام، احنا نشوف بقى من البحث العلمي الرصين والكومباراتيف ستاديز الدراسات المقارنه الفرق بين المتدينين وغير المتدينين في هذا الجانب في مؤشرات الصحه النفسيه وفيما يتعلق بالمرض النفسي. الحاجه المثيره طبعا وهي مش مستغربه ابدا ان الدراسات دي اثبتت ان الايمان عنصر اساسي من عناصر الصحه النفسيه، وأن المؤمنين يتمتعون بصفة عامة بمؤشرات أعلى للصحة النفسية،
مثل راحة البال والرضا والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة، وهم أكثر قدرة على التعامل مع شدائد الحياة مقارنة بغير المتدينين، حيث يشكل الدين لديهم عاملاً وقائياً هاماً في آليات الدفاع النفسي. وأن الإيمان عامل وقائي هام ضد الإصابة بالمرض النفسي، فالمتدينون أقل إصابة بأمراض القلق والاكتئاب والانتحار وإدمان الكحول والمخدرات وكل ذلك مشاكل نفسية شائعة. الكلام ده مش إنشائي، الكلام ده كله إحصائي. وعندما يصاب المتدين بمرض نفسي فإن حدة المرض عادة تكون بسيطة واستجابته للعلاج تكون سريعة ويكون أقل تعرضا للنكسات المرضية. الكلام ده أيضا بأبحاث هنشر لكم بعض المراجع فيها. والتدين أيضا يساعد على تقويم انحراف واضطراب الشخصية بآليات كثيرة للتوازن، وعلى رأسها الشخصية السيكوباثية. قصة مالكوم إكس اللي هو كان أصلا بايحته مجرم، يعني يدخل السجون سمسوه مسجل خطر، ولكن بعد ما أسلم في أحد المرات لما دخل السجن مع واحد كان أسلم في الزنزانة بتاعته، تحول تماما وصار داعية ورجل محترما في المجتمع وفي غيره كثير. الحقيقة حصل حدث كبير بالنسبة للطب النفسي في من خلال رويال كوليج سايكاتريست. رويال كوليج اللي هي الكلية الملكية البريطانية للأطباء النفسيين، هي الأكاديمية العليا في بريطانيا والمدرسة الإنجليزية في العالم كله، تبنت شعبة اسمها شعبة الدين والطب النفسي سبيريتشوالز أند سايكاتري. دي المبنى بتاع الرويال كوليج القديم والجديد. هذه الشعبة تأسست عام 1999، وكان عدد الأعضاء اللي عند التأسيس أكثر من 1000 عضو، وده عدد كبير جدا بالنسبة للإنترست جروب، وأنا كنت واحد من دول. لها نشاط علمي وأبحاث وإصدارات كثيرة، ممكن تنزيل كثير من هذه الإصدارات عن طريق موقع الكلية. دي المعلومات الخاصة بالويب سايت بتاعهم RC Psych اللي هي كلية الكلية الملكية / Spirit اللي هو Spiritual Support اللي هي Spiritual and Psychiatry. في Publication Archive من خلال نفس الجروب دي اللي هو الأرشيف، سجل الأرشيف، في أسماء الأوثر كلهم تحت كل أوثر مؤلفاته. وأنا عندي في هذا الأرشيف ثلاثة بيبرز، واحد عن Religion Spiritual and Psychiatry، واحدة عن Spiritual Support Group Midway Maritime Hospital Experience، واحدة ثالثة عن Heart, Mind and Spirit. أيضا لها إصدار كتاب، أصدرت كتاب اسمه دين وطب النفس وSpirituality and Psychiatry. دائما الجماعة الغربيين يتجنبوا يكلموا عن الريليجن كريليجن ودائما يقولوا Spirituality، لكن هم في الآخر What is Islam is Religion بيقولوا بمنتهى الصراحة. يعني هذا الكتاب صدر، وكنت أنا سنة 2009 اللي هي شابتر فيل وشابتر 12، أنا الفيرست وصل بتاع شابتر اسمه Religion and Religious Experiences. في مراجع أخرى كتير جدا بتتكلم عن علاقة الدين بالطب النفسي والصحة النفسية، والحقيقة يعني مش بس عشرات أو مئات يمكن ألاف. في أوثر اسمه كوينج أمريكي، هذا الرجل الحقيقة بذل جهد كبير جدا في هذه المنطقة، وله عشرات الألاف من الأوراق العلمية والأبحاث، ويمكن يعني ما يقرب من 20-30 كتاب في نفس هذا الموضوع. طيب مش مستغرب أبدا أن الدين يكون له وظائف نفسية أو يكون له عامل طيب في الصحة النفسية، لأن الدين يعتبر عامل ملطف ومخفف للضغوط النفسية الواقعة على الفرد بآليات كثيرة. أول حاجة أنه يحجم دور الدنيا في حياة الإنسان، فالدنيا ما هي إلا مرحلة صغيرة في رحلة الإنسان نحو الخلود. إذا الواحد قارن الدنيا بالآخرة حاجة زي صفر قصاد ما لا نهاية تقريبا يعني، وبالتالي فإن كل ما يحدث فيها من أمور هو محدود القيمة والأثر مقارنة بالآخرة. ومن خلال إيمان بالقضاء والقدر أيضا له آلية هامة جدا، لأن الإنسان غير المؤمن يضيع جهد كبير في الندم على الماضي والخوف من المستقبل. بالنسبة للماضي يظن أنه إحدى متغيرات كثيرة كان ممكن أن يحدث غيرها لو أنه تصرف بطريقة مختلفة، ويلوم نفسه ويلوم الآخرين على الأشياء اللي حصلت في الماضي. أما بالنسبة للمستقبل فالموضوع أشد، لأن أحداث المستقبل تتوقف على كثير من المتغيرات التي لا يملك الإنسان السيطرة عليها، فلا يملك إلا الخوف والتراكم. الإيمان بالقضاء والقدر يعالج هذه القضية علاج ناجح جدا. طبعا بالنسبة للماضي فإن الأحداث بعد وقوعها واستقرارها هي ما قدره الله أزلا ولا يمكن تغييرها أبدا، ويجب أن يؤخذ منها فقط العبر والسنن والدروس. هذه آية من آية الله سبحانه وتعالى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وبالنسبة للمستقبل فإنه أيضا يجب بمشيئة الله، كل يصيبنا إلا ما كتبه لنا. فالإسلام يدعو الإنسان إلى الحياة في الحاضر بكل قوة وثقة في الله. في الحديث الهام جدا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، يعني لا تستصعب أمر. فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. أيضا المستقبل له أساليب لتحسينه، يعني ما صناعة المستقبل للحياة الطيبة، إن خلينا نفس المفاهيم، يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أو مفتاح للتغيير. صناع المعروف تقي مصارع السوء، بر الوالدين وصلة الرحم تزيد من بركة العمر، الجزاء من جنس العمل، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والتوكل على الله وحسن الظن به سبحانه وتعالى، الاطمئنان إليه، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طبعا هنتكلم عن هذه الموضوعات بتفصيل أكتر وبآليات مختلفة خالص لما نيجي نتكلم في موضوع صفا، لكن دي مقدمات عن علاقة الإيمان بالصحة النفسية. يعني ننتقل بعد ذلك عن فكرة العلاج المتكامل بين الأمس واليوم، Integrative Psychotherapy أو Integrative Medical and Therapeutic Approach. العلاج المتكامل بدنيا ونفسيا وإيمانيا كان دائما من سمات الطب النفسي الإسلامي. اللي يدرس أو يراجع كلمات علمائنا البلخي أو غيره من العلماء الكبار يجد أن دائما العلاج الذي يقدم متكامل، ينظر إلى البدن وإلى النفس وإلى الروح معا. ومع تقدم الأبحاث المعاصرة كان الوصول إلى نفس النتيجة مع اختلاف المفردات. فالنظرة التكاملية للإنسان حاليا حلت محل التبعيض في النظريات السابقة. دي مكونات النشاط الإنساني، في جزء بدني طبعا لو جسد الإنسان، وبعد في الجهاز النفسي للإنسان وظائفه المختلفة، وفي الجانب الاجتماعي ثم الجانب الروحي الوجودي. هم أربع مناطق: البدن ووظائفه الفسيولوجية، النفس والذات ظاهرة في مكونات الشخصية وما يتعلق بها وطرق مكافحة الضغوط النفسية وغير ذلك، التصور الوجودي الكوني الروحاني للفرد ويشمل معنى الحياة والموت ولماذا وجد في هذه الدنيا ومعنى الأحداث التي يمر بها ثم مصيره بعد الموت، وهي منطقة الدين بامتياز. والبعد الاجتماعي اللي هو الأسرة والعمل والشبكات الاجتماعية إلى آخره. بالنسبة لأسباب المرض النفسي عندنا بردك أربع أسباب: في الأسباب البيولوجية وكثير منها وراثي أو مشاكل عضوية، جلطات أو أي شيء من الأشياء العضوية اللي بتحصل للجهاز العصبي أو جزء الجسم المختلفة. في أسباب نفسية اجتماعية زي الضغوط النفسية المختلفة وعدم كفاءة التعامل مع الضغوط النفسية. وفي الأسباب الروحية الناتجة عن تصورات الوجودية للفرد، هل هناك في حياة بعد الموت ولا ما فيش، بحيث لو أصابته مثلا مشكلة خطيرة كويس لو عنده تصور أنه هو ما فيش آخرة، فبيدفع على طول إلى خيار الانتحار على أساس أنه هينتهي وتلاشى بانتحار. لكن لو هو عارف أن هناك آخرة وأن في حساب وأن هذا الأمر من أمور اللي هي هتوقعه في شقاء شديد جدا، يعني هيحجم عن هذا العمل. بالنسبة للمنشأ النفسي للأعراض النفسية بالذات اللي هي أحداث الحياة life events بنسميها، دائما في حسرة على ما مضى اللي هو الأسى والحزن والاكتئاب بالنسبة للماضي، خوف وتوجس مما هو آت بيعمل قلق وهم، وعدم رضا عن الحاضر بيعمل تذمر وهم. هما ثلاث مناطق: إما الإنسان عدم راضي عن عدم رضا عن الحاضر، أو خايف من المستقبل، أو عنده حسرة على ما مضى. الأولاني طبعا له علاقة كبيرة بمنطقة الاكتئاب، الثاني العلاقة بمنطقة القلق وأنواعه، والثالث ده عموما له علاقة باضطرابات الشخصية واضطرابات التكيف والستريس ريليتد كونديشنز وخلافه. التفاعل مع كل ذلك يتأثر بتصورات الفرد الوجودية الكونية للأحداث اللي هي الأيديولوجية بتاعته ومفهوم الأشياء اللي بتحدث حوله، كما نتكلم لاحقا إن شاء الله. أنواع العلاج في المشكلات النفسية عندنا نفس الأربعة: علاج بدني زي العقاقير، الجلسات الكهربائية ECT، يعني دلوقتي بأنواع تانية كويس ولايت ثيرابي وغيره، حاجات بدنية كلها، ثم العلاجات النفسية، ثم المساندة الروحية اللي نتكلم عنها بالتفصيل النهاردة في الأساليب المختلفة لها،
وبعدين المساندة الاجتماعية. ننتقل إلى الشق الثاني من محاضرة اليوم، وهو أنواع التدخلات العلاجية الدينية في العلاج النفسي، Spiritual Intervention in Psychotherapy. أول نوع يسمى الإرشاد الديني، Religious Guidance. في هذا النوع من العلاج أو التدخل يعني العلاجي، يكون رجل الدين أو الإمام أحد أعضاء الفريق العلاجي متعدد التخصصات، اللي فيه طبيب نفسي وأخصائي نفسي وأخصائي اجتماعي كوشنر ثيرابيست، ومعهم أيضا كمان Religious Guidance، إمام يعني. وهذا النوع من التخصصات موجود في الواقع عندنا مستشفى مثلا أمل، مشروع مستشفى الأمل في السعودية، في اللي هو بيعالج الإدمان الكحولي والمخدرات، عندهم مشروع كبير وعظيم الحقيقة جدا لهم يعني في المنطقة الشرقية في الدمام، ومنطقة الوسطى عندهم في الرياض وفي القصيم، وفي المنطقة الغربية في جدة، وكانوا مخصصين بإذنات ضخمة جدا وجايبين كمية كبيرة من العلماء عشان يشتغلوا فيه، وأنا عملت فيه سنة 95 في الفرع الدمام في شورت تيرم رهاب يعني يونت، وكان معنا في هم أربع عنابر، في كل عنبر في رجل دين من ضمن الفريق العلاجي، يعني كان عندنا أربعة ريليجيوس جايدنس متعينين خريجين شريعة وأصول الدين، طبعا بيعملوا انترفيو وتقييم ويشوفهم الشخص اللي ممكن يعني يتدرب على مثل هذا النوع من التدخل، وبعدين بيديله نبذة عن الطب النفسي، وبيكون مهمته إن هو يعمل تقييم زي بالضبط الطبيب بيعمل تقييم والسايكولوجي بيعمل تقييم والسوشيال دكتور بيعمل تقييم، هو كمان بيعمل تقييم، وفي نفس الوقت بيحط خطة علاجية في بعضها فردي وبعضها جماعي. يعني مريض الإدمان ما عندوش مشكلة فقهية، يعني هو مش عارف إن الإدمان ده ولا حلال، لو عارف كويس جدا، لكن مشكلته إيمانية، والمشكلة الإيمانية بتاعته دي لها أنواع كتير مختلفة، هل هو نشأ هكذا ولا نشأ متدين ثم يعني صحبة السوء هي اللي عملت فيه كده، البيت بتاعه عامل إزاي وهكذا. فالإيمان بيقوم بإجراء تقييم شامل ووضع خطة التدخلات الروحية كجزء من خطة علاج شاملة للمريض، وهذا الدور يكمل الرعاية الطبية التقليدية في المجتمعات المتدينة. عادة تكون الخطة العلاجية التي يقدمها الإمام تهدف إلى إحياء وتجديد الإيمان، ومشتملة على الجوانب المعرفية لتقوية المعتقدات، كذلك المكونات السلوكية إلى الممارسات والشعائر، لا تشمل العبادات كالصلاة وقراءة القرآن والذكر والصوم وغير ذلك من الطاعات. يعني كان الإمام في العنابر بتاعة المستشفى دي بالليل عندهم أرق المرضى، فكان يجي يقوم الليل معهم بالليل، وكان إقامة الليل وقراءة القرآن تخليهم يرتاحوا ويحسنوا من الهدوء والسكينة ويستطيعوا أن يناموا بسهولة. في المجتمعات الغربية أيضا عندهم رجال دين في المستشفيات، يعني أنا في المستشفى اللي كنت فيها في بريطانيا كان عندنا جهاز كنسي كامل، اثنين قساوسة فول تايم وستة بارت تايمز، لأن دي الحقوق الروحية للمريض، في مريض عايز يعترف لهم مثلا ولا حاجة، أو هم أو عايز يتكلم مع حد من رجال الدين لتقوية إيمان وحاجات نزل القبيل، فبيعتبروا أن ده حق من حقوق المريض الروحية. في بلاد كتير يعني في ماليزيا بردك عندهم الحياة تدخلات جميلة جدا في هذا الجانب. فهذا هو النوع الأول من التدخلات اللي هو بيقوم بشخص مش طبيب ولكنه إمام، ويعين من قبل المستشفى أو المؤسسة، ويقوم بدور الإرشاد الديني. النوع الثاني من التدخلات العلاجية الدينية هو العلاج الجمعي الديني، جروب ثيرابي. بس هنا الجروب ثيرابي موجه كويس بحيث أن يكون فيه شق ديني، فهو علاج جمعي يشمل اشتراك أحد أعضاء الهيئة الدينية في المشاركة في جلسات العلاج الجمعي تناقش موضوعات مختارة، ويتم تصميم الموضوعات التي تتم مناقشتها بحيث تناسب وتلبي احتياجات المرضى في هذا الجانب. من أمثلة هذه الموضوعات معنى الحياة، الأمل، اليأس، التعامل مع المعاناة والمحن، تقدير الذات، الغضب والتسامح إلى غير ذلك. طبعا المجموعات دي ممكن تكون مالتي فيز زي ما انتم شايفين. أنا جئت أول مجموعة من هذا القبيل في آخر التسعينات في بريطانيا في مستشفى كنت بشتغل فيها اسمها ميدوي ماريتايم هوسبيتال، فعملت سبريتشوال سبورت جروب لأول مرة، وكان بيشترك معايا فيها اللي هو القسم بتاع المستشفى. طبعا مجموعة في بريطانيا مرضى يكونوا خليط من أديانات ديانات مختلفة ومن ناس لهم يعني مفاهيم أربعة، فكنا بنختار مالتي فيز توبكس موضوعات تناسب المجموعة كلها، لكن لما يكون في مجتمع إسلامي الواحد يختار
المجموعة والموضوعات التي تناسبها وهكذا. فهذا نوع من العلاج يعني بيستخدم آليات العلاج الجمعي ولكن بالشق الخاص بالدين. البيبر دي موجودة في الأرشايف اللي قلتلكم عليه في الرويال كولج وببليكيشن أركايف، هتلاقوها رقم 2 لأن نشرتها قبل كده في أحد المؤتمرات في بتاعة الرويال كولج. النوع الثالث من الانترفينشن التدخلات الدينية في العلاج النفسي، ده نوع جميل جدا اسمه نوع المساعدة الذاتية الدينية. هذا النوع هو سيلف هيلب، يعني سيلف هيلب. طبعا سيلف هيلب بيستخدم حتى في السايكوثيرابي العادي، لكن هنا هنتكلم هناخده في الجانب الخاص بالسبيريتشوال اسبكت. هذا النوع من اسمه زي ما واضح يقوم به المريض بنفسه بتوجيهات من المعالج، وقد تكون مواد المساعدة الذاتية جزء من الواجبات المنزلية بين الجلسات. يعني ممكن جدا تكون المواد بتاعه المساعده الذاتيه دي جزء من الهوم ورك اساينمنت اللي هي الواجب المنزلي، ونستخدمها في العلاج بتاع المريض. المساعده الذاتيه بانواعها سهله ولكنها عظيمه الفائده، وهي انواع كثيره. هنبدا بتحديد انواع المساعده الذاتيه في التدخلات العلاجيه الدينيه اللي جاي ده، هي انواع ما يسمى المساعده الذاتيه دي. اول نوع هو استخدام المواد العلميه زي قراءة الكتب مثلا وإسماع للشرائط وهكذا. يتم تشجيع العملاء على دمج جرعة يومية من قراءة الأدبيات الدينية والروحية التي يتم اختيارها بشكل انتقائي لتلبية الاحتياجات الإيمانية للعميل أو المريض. وقد يكون ذلك على شكل تلاوة ورد يوم من القرآن الكريم وقراءة الكتب والمقالات المختارة طبعا، والاستماع للكتب الصوتية وغير ذلك من المواد الإعلامية المختارة. ده بيسموه بيبليوثيرابي، العلاج عن طريق الكتاب أو المادة الإعلامية. ده مثال من بعض الكتب الجميلة جدا اللي هي الحقيقة رائعة في الأثر، من الشمال لليمين How to Stop Worrying and Start Living بتاع ديل كارنيجي، وترجمته على اليمين تعلق وأبدأ الحياة، من أبدع الكتب الحقيقة الكتبت في مكافحة الضغوط النفسية. الكتاب اللي في النص مجدد حياتك هو نفس الكتاب برضك بتاع دعاء القلق ده، شيخ محمد الغزالي الله يرحمه قرأ وأعجبه، لكن الكاتب مش مسلم كما كتب في المقدمة، فأراد أن يكتب كتاب على منواله بحيث يرد الأمور إلى كويس بعض الأصول الإسلامية، وحتى احتفظ ببعض العناوين في بعض الفصول كما هي: كيف تصنع من الليمون المالح سرابا حلوا، كيف تحول مكاسبك إلى خسائرك إلى مكاسب، وهكذا. في كتب تحت اللي لا تحزن والمفاتيح والأودونتوبيسات الحقيقة أقل في الكفاءة، ويمكن تحتاج إلى صبر إن هي أطول شوية وتحتاج إلى جهد. لكن الكتب الأولية دي أو الكتاب الأول ده بالذات يعتبر مهم جدا عشان الستريس ريليتد كونديشنز. وده كان النوع الأول في المساعدة الذاتية اللي هو عن طريق المواد العلمية البيبليوثيرابي بيسموه بالإنجليزي. النوع الثاني الصلاة والذكر. هنا المعالج بيوصي بالمحافظة على الصلوات المكتوبة وبورد يوم من النوافل ما أمكن ذلك، وتكون صلاة الليل مفيدة بشكل خاص لمن يستطيع، مع المحافظة على الأذكار كل بقدر جهده واستطاعته. ده الجزء الخاص بالصلاة. طبعا الصلاة والذكر بالإضافة للمدد الرباني، فإن الصلاة والذكر تورث السكينة والطمأنينة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتساعد على الاسترخاء. النوع الثالث وهو نوع أيضا هام جدا، كتابة مذكرة دينية بنسميها يوميات الإيمان. أنا وجدتها الشابلين الإنجليزي اللي كان عندي في المستشفى، عشان الناس هناك مش متدينين في بريطانيا طبعا ما انتوا عارفين، كان بيطلب منهم يكتبوا جورنالز كده، واحنا اول الناس بذلك، بل ان كنت انا بكتب برضك بعض المذكرات، فلقيتها طريقه كويسه وطبقناها بعد كده في مشروع كبير جدا بحثي في جامعه الامارات بنتيجه طيبه. هو كتابه مذكره دينيه اللي بنسميها يوميات الايمان في اصداري. هذه من وسائل المساعده الذاتيه المفيده جدا، وهي كتابة مذكرات إيمانية. يتم تشجيع العملاء أو المرضى أو المراجعين على كتابة يومياتهم بانتظام حول جميع جوانب رحلتهم الإيمانية وخبراتهم من وقت لآخر. يمكن تقسيم هذه اليوميات الإيمانية إلى أقسام فرعية، مثل سجل النعم، سجل العبر والدروس، الرسائل الإلهية، أحلام التنبؤية، دعوات المستجابة، إلى غير ذلك من التجارب الإيمانية. وإن لي مداخلة مستقلة خالص هتيجي إن شاء الله في وقتها عن هذه المذكرة الإيمانية بكثير من التفصيل. ده مثال من يوميات الإيمانية نقلته من أحد الزميلات في الفيسبوك،
عجبني جدا فنقلته كما هو، سميها هابي مومنتس ان 2015، يعني اللحظات السعيدة سنة 2015. دول في شهر 4 اللي فات قررت كل ما حاجة حلوة تحصل لي أكتبها في ورقة ملونة، بما أني بحب الألوان، وحطها في البرطمان اللي مكتوب عليه هابي مومنتس 2015 زي ما أنتوا شايفين. أي حاجة حلوة حتى لو بسيطة كنت بكتبها، خروجة حلوة، خبر حلو، أي حاجة ربنا يرزقني بيها، فرح حد من أصحابي، كلمة حلوة أو تشجيع من حد، حاجة أنجزتها، هدية من حد، حاجة غيرتها في نفسي، رسالة حلوة، أي حاجة فرحتني وخلاص أو رسمت ابتسامة على وشي. القرار ده خدته علشان أثبت لنفسي إن أنا متمرمرين في نعم ربنا ومش عسير، علشان أثبت إن 100 حاجة حلوة ممكن تحصل لك وأنت مش واخد بالك، مش مركز غير على الوحش. والنتيجة كانت مبهرة الحقيقة. النهاردة فتحت البرطمان وقعدت أفتح ورق بشكل عشوائي، افتكرت لحظات حلوة قوي من أول شهر 4 لحد دلوقتي وعيني دمعت، واكتشفت إن البرطمان مليان على آخره ومفيش مكان لورق تاني. افتكرت حاجات كنت ناسياها وإحساسي بيها ساعتها رجعني تاني دلوقتي. جربوها بجد، هتفرحوا قوي وهتحسوا بالامتنان لله على كل تفصيلة صغيرة. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. كما انت عارفين ربنا قال واذا استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، فشكر النعمة بيثبتها وبيثتها، فدي وسيلة جميلة جدا. فدلوقتي قلنا 3 وسائل من وسائل المساعدة الذاتية، دي الوسيلة الرابعة، وهي حفظ بعض النصوص الدينية المفيدة. يعني دي الوسيلة الرابعة في المساعدة الذاتية. يمكن حفظ آيات قرآنية مختارة لتكون متاحة للعميل للتلاوة والتأمل في المواقف ذات الصدق. تساعد الآيات المختلفة في التأقلم مع المواقف الصعبة والمحزنة، وقد توفر مصدرا للتحفيز والأمل، وقد تساعد في صنع المعنى، وقد تكون مصدرا للقوة. ويمكن كتابة هذه الآيات على بطاقات تعليمية أو عرضها على مستوقفات في المنزل أو في العمل لتعزيز تأثيرها وتحسين تذكرها. دي من الآيات المألوفة طبعا، دايما الواحد بيحب دايما يشوفها قدامه، سيجعل الله بعد عسر يسر، فإذا مرضت فهو يشفين. إذا خلصت تقريبا اللي هي الجزء الخاص به أنواع المساعدة الذاتية اللي هو كان رقم 3، ننتقل بعد كده للإنترفينشنز بتاعت الاسبريتشوال إنترفينشنز. عندنا رقم 4، الدعاء لمرضانا بظهر الغيب، دعاؤنا لمرضانا بالشفاء هو واجب شرعي لأنه من رعايانا وكلنا مسؤول عن رعايته. ذكر دكتور نيس ديرستن وهو بردك سايكاتريست أستاذ سايكاتري أنه في مكتبه قبل رؤية المريض مباشرة يتذكر أن يكرس الجلسة لله، يعني يعقد النية، يعني من خلال تعزيز وعيه بالله وطلب مساعدته وإرشاده خلال الجلسة، يعني يطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يلهمه التوفيق والسداد في التشخيص وفي علاج المريض اللي هيشوفه. وفي الواقع نحن أولى بطلب التوفيق من الله مع الدعاء لمرضانا بالشفاء. عجبني جدا الأسلوب ده، وطبعا دي بدعاتنا احنا في الواقع، وان احنا نكون احرص على تطبيق ذلك كويس. فالنية طبعا يعني خير من العمل كويس، ونحن اولى بطلب التوفيق من الله سبحانه وتعالى والهداية في علاج مرضانا. اخر شيء النهارده هنتكلم عنه في التدخلات اللي هي خاصة بالدينية في العلاج النفسي، هي البرامج العلاجية المدمجة كويس، اسمه integrative interventions. هذا النوع من التدخلات الدينية يتم دمجها في خطط علاج منظمة متعددة المكونات. تستخدم معظم هذه البرامج تقنيات العلاج المعرفي السلوكي ذات المحتوى الديني. طبعا هنتكلم عنه لما نيجي نتكلم في البرامج بتاعتنا طبعا، يعني أمثلة بتشمل عادة الهيكلة المعرفية بالمحتوى الديني للدكتورة عائشة حمدان رحمه الله، الأشهر خطوة بتاعت الـ AA، والبرنامج الصفر اللي احنا هنتكلم عنه كله في هذه السلسلة. هنقف عند هذا الحد لنجين الموضوع، نبدأ فيه إن شاء الله الكورس الجاي أو الجلسة القادمة عن علاج السلوك المعرفي. عندنا وقت للأسئلة، نسيب لكم الوقت عشان يعني يجاوب عن الأسئلة بتاعتكم اللي وردت للرعب. اتفضل يا رعب. صوت مش واضح. اوكي كنت عامله ميوت. شكرا يا دكتور، يعني استمتعنا بالوقت القليل ده، طبعا الوقت عدى بسرعه جدا. احنا ممكن نسال بس يا دكتور بدايه كده على فكره انه قبول العلاجات دي حاليا، هل مثلا من تجارب حضرتك وممارستك وتطبيقها، احنا نعرف ان حضرتك حتى في المستشفى عندك كتيب صغير
وممكن طرحت النموذج ده عدة مرات. فالتجارب العملية واستخدام النموذج ده مع المرضى، هل بيقبلوه مع النماذج الأخرى واعتيادهم على العلاج المعرفي السلوكي التقليدي؟ والسؤال أو يعني الأطروحة اللي دائما بتطرح هي فكرة إنه عدم دخول الدين في العلاج المعرفي السلوكي، وهو علاج قائم على إن إحنا نتعامل مع المريض بناء على أفكاره بشكل عام، والمعالج المفروض ما يتدخلش ولا يدمج معتقداته مع المرضى. فحابين برضو نعرف من ناحية تجريبية عملية كمعالجين أو كأشخاص بنعاني، تأثير ده عمليا وأثره في تسريع العلاج. ان شاء الله. بس انت قفزتي قفزات سريعه جدا، كما لو كنا خلصنا الكورس كامل ونتكلم بعد كده عن هذه المحطات المختلفه. لكن هو ممكن نكلمك عما تم طرحه النهارده اليوم. نعم. لما تم طرحه اليوم، ارشادي الديني اللي هو رقم واحد في الانتقالات الدينيه مش موجود حاليا كويس بالطريقه اللي التقليديه. ما عندناش احنا يعني امام ممكن نستخدمه في العلاج النفسي في المستشفى بتاعتنا الاهلي، وما عرفش حمد عندهم ولا ما عندهمش، قد يكون عندهم في حمد. أنا كنت بستخدم إمام برضه في مستشفى العين، اللي هي مستشفى تبع الجامعة بتاعتنا في الإمارات. كنت بستخدم إمام ده عشان يعني استخدمه في الوعظ، بالذات في مرضى جراحة العظام ومرضى حروق، يمكن أكتر جناحين بيكون التحويلات منهم، لأن مرضى جراحة العظام بيتم تثبيتهم في السرير فترات طويلة، بيحصل لهم حالات هياج بعد شهر ولا حاجة، وتوتر شديد بسبب عدم الحركة، وكتير منهم بيكونوا مش حتى عرب يعني من جنسيات مختلفة. فروحت للإمام بتاع المستشفى وقلت له يروح يعود المرضى دول ياخد ثواب ويعزهم بحيث أنه يتصبرهم ويقول لهم فضيلة الصبر وأشياء من هذا القبيل، وجاب النتيجة كبيرة جدا. في فرق أن الطبيب يقوم بهذا الوعظ للمرضى، الوعظ المباشر يعني، وبين الإمام يقوم به. بالتأكيد الإمام والمطوع وراح بلبسه كده لهم كانوا مبسوطين جدا، باكستانيين نيبال او ايا كان جنسياتهم، كل المسلمين طبعا كانوا المسلمين اللي فيهم، فكان له اثر طيب. ده اللي هو النوع الاول من التدخلات الدينيه اللي هو الارشاد ده. هل ده فيه غبار؟ هل في اي اشكاليه؟ لا بالعكس، ممتاز. حاجه من الثقافه بتاعتنا مهمه جدا ومفيده. نيجي النوع الثاني من التدخلات اللي هو العلاج اللي هو سبيريتشوال سبورت جروب، العلاج الجمعي الديني. ما عندناش علاج جامعي ديني يعني، لكن انا كنت بقوم به في الواقع في بريطانيا. الحاجه الغريبه جدا اني بلاقي اعتراضات في الدول الاسلاميه المتدينه اشد من الاعتراضات الموجوده في الدول الغربيه اللي غير متدينه. يعني انا اول ما قدمت برنامج الصف قدمت في بريطانيا، سبق اقول بعد كده، لكن اتكلم على سبيريتشوال سبورت جروب اللي رقم 2 عشان نشوف من الناحيه العمليه. انا كنت انشاتها وانا مسلم، والمستشفى اصلا مسيحيه والمرضى معظمهم مسيحيين في الواقع يعني، لكن هم في الواقع معظمهم ملاحده يعني، المجتمع الغربي مش متدين او للدرجه يعني. وبعدين القصه كان بيجي المستشفى ما كانش حد بيهتم بيه ابدا. فانا اتفقت معه وعرضت عليه الفكره دي، احنا نحاول نجمع المرضى ونتكلم معاهم في الموضوعات اللي هي ذات الاهتمام المشترك، تجمع بين الاجيال كلها بحيث ما يكونش فيه مشاكل في مالتي فيس يعني. رحبوا جدا بالفكره وكان ناجح جدا المشروع ده. واحنا بدانا بمجموعه واحده، سبت المستشفى بعد فتره رحت الامارات. لما رحت الدكتور مره لقيت المجموعه نمت حوالي 4 مجموعات، منهم مجموعه للموظفين يعني اللي هم البروفيشنال كويس، ثم بدات مستشفيات ثانيه تقلدنا وتعملها كويس. فكان حياة موضوع ناجح ما بلا غبار عليه، ما حدش اعترض ولا قال حاجه. احنا بنتكلم على موضوعات تخص الناس كلها في حياتها، خاصة معنى الحياة، معنى الابتلاءات، الأمل، التفاؤل، حاجات من هذا القبيل. النوع الثالث من التدخلات اللي هو المساعدة الذاتية. هل في اعتراض أن الواحد يقول للمريض على كتاب يقرأه أو مادة معينة يحطها معه؟ ده احنا في كل السايكوثيرابي بنستخدم كتاب بتاع القلق وبتاع هذا في الوصول بتاعته دي، معظم السيرابيست بيستخدموها فصل فصل. السبورت هيلب اللي هو بنديله فصل يقروه ونناقشهم في المرة الجاية أو يسمعوه لأنه في منه كتاب مسموع. كويس، فالبيبليوثيرابي مشهور جدا موجود في كل حته كويس، فهو حاجه ناجحه جدا الحقيقه. كتابه مذكرات دينيه امر عظيم جدا، واخد بالك ازاي؟ ما فيش اي مشكله فيه. طبعا احنا بنتكلم على ثقافه المريض مهمه جدا، انا مش باجي على واحد اجنبي واقول له اعمل لي كده، او باجي على واحد مثلا مش متدين واقول له اعمل مذكرات دينيه، طبعا ده لا. انا بختار في نوع من الانتقاء كويس تو ريكروت الابروبريت بيشنت
يعني ايه للتاسك اللي انا هديها له. كويس. طيب لما ادعي المريض هل دي فيها مشكله؟ هل في غبار ان انا ادعو المرضايا؟ كويس، مفيش. فالكلام اللي بيصار حوالين هذه الاشياء كلها ملوش مجال، لان هو المهم نوعيه المرضى اللي احنا بنتعامل معاهم. وبعدين كنا بنتكلم على المجتمعات الغربيه اللي هي مش متدينه، وهذا النوع من العلاج بيرحبوا بيه جدا لاقصى درجه ممكنه، ويعني وكل مره بيقدم فيها موضوع يعني ايه بدون يعني الحقيقه ابريس كبير جدا. طيب مجتمعاتنا احنا بقى مجتمعات متدينه، تصنيفها من ناحيه السوسيولوجي اسمها ريليجيوس كوميتد سوسايتيز، يعني مجتمعات متدينه. كويس، يعني الدين بيعتبر عنصر اساسي في الثقافه بتاعتها، فاي خروج بعيد عن الدين معناه ان هو ضد الثقافه. في افراد مش متدينين، هؤلاء الافراد مش متدينين دول خارج الايه التدخلات بتاعتي فيها، لكن الغالبيه العظمى من المرضان متدينين، وكل واحد بياخد حد حسب قدره. We are not imposing ideas للمرضى، يعني احنا مش بنحط افكار للمرضى او بنستخدم اشياء معينه عليهم، لا انا بستخدم مواردهم هم. زي ما يكون واحد مريض عنده اب جيد وعنده اسره طيبه، فبستخدم الاسره دي تسبورت هيم، او عنده مجموعه طيبه من اصدقاء، او عنده سكيلز معينه، فريسورسز بستخدم موارد. وايضا الدين موارد، موارد عظيمه جدا. ما فيش حد تقريبا ثيرابيست، انا متاكد سايكولوجيست هنا في قطر او في الدول العربيه الاسلاميه او سايكاتريست في اي جلسات علاج ما بيستخدمش الدين في. كويس، لابد بيستخدم الدين. خلي عندك الله، خصوصا واحد سويسايدال مثلا ولا حاجه زي كده او ديبرست، فدايما بيحاول يذكره ويبص في الامل والايمان والتفاؤل، وكلها مع عناصر دينيه في مجتمعنا. فهي ليست عباره عن تغير مفاهيم المريض، انا بستخدم موارد المريض ومفاهيم المريض الاساسيه وبستخدمها لعلاجه كمورد من الموارد المهمه جدا اللي تفيد المريض. ارجو اكون اجبت على سؤالك. رائع جدا يا دكتور. عندنا استفسارات يا دكتور حوالين المصادر، في بيسالوا على كتب حضرتك ازاي ممكن نحصل عليها، وفي بيسالوا على بشكل عام ايه هي المراجع اللي ممكن تحيل الناس ليها علشان تستفيد من المحتوى ده. ايوه، العلاج اذا كانوا بيسالوا عن ريجنال سايكاتري، ففي كتب كتير قوي الحقيقه في هذا الموضوع، من احسنهم يعني كتب كونيج اللي انا اشرت عليه واسمه موجود في السلايدز اجت قبل كده، هو استاذ سايكو جيرياتريكس امريكي، هو اكتر واحد معاصر كتب في موضوعات الايمان والطب النفسي والايمان والصحه النفسيه بالبحث العلمي، كلها ابحاث، كل اللي عمله ريسيرش ورك. كويس، رائع جدا جدا جدا. وبعدين في السعوديه كذا مره عملوا مؤتمرات ودعوه، كان بيحضر الحقيقه، كان زوم ميتنج في اثناء المؤتمر، كان بيتكلم كلام جيد وجميل. خلي زمزمي ايضا يعرفه، والتقى بيه عده مرات في امريكا. كويس، فهو ليه مكان كبير جدا وليه يعني انستيتيوت ضخم جدا من خلاله بيعمل ابحاث. فلو ترجعوا للسلايدز اللي موجوده فيها كونيك هتجد فيها اشياء كويسه جدا. والنهارده في يعني البيبر بتاعتي اللي هي ريتش اند سايكاتري فيها 88 مرجع، كويس، 88 ريفرنس. كونيك في كتاب جميل برضه مبسط للي عايز كتاب مبسط اسمه از ريليجن جود فور يور هيلث، اسمه كده از ريليجن، هل الدين جيد لصحتك؟ كويس، كله مش كتاب انشائي، هو كتاب علمي بحثي، كتاب رائع جدا. مش بيتكلم كمان في المينتال هيلث، بيتكلم كمان في الفيزيكال هيلث، يعني قال كتاب ابحاث كتيره جدا بتبين ان المتدينين حتى في الفيزيكال هيلث افضل من غير المتدينين. واحد يقارن موضوع ارتفاع ضغط الدم والسكر والغلطات الدماغيه وغيره. كويس، اغرب شيء بقى كمان طول العمر، لونجيفيتي. كويس، جاب ثلاث ابحاث منشورين كانوا بيقارنوا طول العمر بين المتدينين وغير المتدينين، كويس، دراسات عالميه. الثلاث دراسات دول اثبتوا ان المتدينين اطول عمرا من غير المتدينين احصائيا. طبعا المجتمع الغربي علماني يعني مش يعدي الموضوع كده بسهوله، يقول اصلا الدين كويس يعني لازم هيحاول يجيب تبريرات، يقول طبعا شيء طبيعي ان المتدينين يكون عندهم اطول عمرا. ليه؟ لان هو مسلوكهم بيبعد عن المخاطر، يعني هم لا بيستخدموا مخدرات ولا كحوليات ولا قمار ولا كذا ولا طيب، وما انت ماجي كلها حصلت، ما عندهمش امراض جنسيه، ما عندهمش كذا، ما عندهمش كذا. كويس، طب يعني اللايف ستايل بتاعهم احسن وبالتالي اعمارهم طويله. لكن الحقيقه فده من ضمن النماذج لو حد عايز يقرا حاجه في هذا الموضوع. زائد نفس الحاجات اللي عملناها ليا كتيب اللي اشرت المستشفى الاهلي بيوزع مجانا
يعتبر مختصر كبير جدا في بعض الموضوعات دي، فممكن جدا الحصول عليه ان شاء الله. زائد ان المحاضرات بتاعتنا اللي جايه هتبقى مليئه مليئه بهذه الامور، لان كلها لبها كله في التفصيل الشديد كويس لهذه الموضوعات الخاصه بعلاقه الدين بالطب النفسي والعلاج النفسي. بالنسبه لكتبي انا في عندي كتاب خاص بالايمان والصحه النفسيه، وكتاب في شرح الحكم العطائيه كويس، ويمكن الناس تستغرب ليه الحكم العطائيه من واحد سايكاتريست. كتاب الحكم العطائيه ده كتاب يعني رقائق وصوفيات يعني. لان في الواقع كنت بعمل كتاب اسمه دستور السعاده وانا في بريطانيا، على منوال كتاب دع القلق وابدا الحياه، لان يعني كتاب دع القلق كبير شويه، فقلت يعني ساعات القارئ محتاج كتاب اصغر شويه. فعملت كتاب اسمه دستور السعاده، ففي فصل عن الرضا، يعني الرضا بالقضاء، الرضا دايما السايكاتريست والسايكولوجيست عنده مشكله مع المريض اللي هو ساخط على واقعه، عنده ظروف صعبه مش راضي يتقبلها كويس، بيتذمر منها ومش عايز يستقبلها وهكذا. فكنت بدور على النصوص في هذا الفصل اللي هو خاصه به القبول والرضا، في درجه اعلى من القبول حتى في الادبيات بتاعتنا اسمها الرضا ساتسفاكشن كويس، ودي درجه عاليه عايزه نوع من الترقيق. فالحكم العطائيه فيها نصوص جميله قوي، انا بستخدم نصوص كتيره، فرحت للحكم العطائيه عشان اطلع منها النصوص اللي هي خاصه بالرضا، لقيتها طبعا الحكم مش مرتبه، هي 264 حكمه في موضوعات مختلفه غير مرتبين، فاضطريت اقراها كلها عشان اطلع منها النصوص الخاصه بالحكم، لكن وجدتها جميله جدا وعذبه جدا في تجديد الايمان، فطلعت منها كتاب بحيث حتى يعني استطيع الشخص ان يستفيد منه، مرتب حسب الطريقه اللي الناس متعود عليها، لان الحكم في الاصل مش مترتبه، انا رتبتها يعني. عندي كمان الشابتر اللي قلت عليه بتاع الرويال كوليدج ده، بس ده بالانجليزي طبعا، وعندي شويه ريسيرش ورك كتير بالانجليزي، وعندي موضوع باللغه العربيه خاصة بالاحلام لو تعبير المنام بين الطب والدين، وانت قد لناه بحث الحمد لله عندكم في ثلاث محاضرات اصلا. صحيح. كويس. ايوه. اتفضلي. ممكن نجد المحتويات دي PDF يا دكتور مش كده للناس اللي موجوده في خارج يعني قطر؟ موجوده حتى من النت من جوجل، في مثلا بيبر مشهوره دايما داونلودد اسمها Functions of Dreams، وظائف الاحلام، دي جميله جدا لان مرجعيه وبتتناول معظم الامور خاصه بيها. انا عندي 6 بيبر خاصه بالاحلام، ده واحد منهم. تو بيبر ثانيين كانوا عباره عن ريسيرش ورك اتعمل في جامعه الامارات، واحد منهم كان مع الدكتور محمد عبد اللطيف استاذ الشريعه اللي انتقل برضك معانا هنا الى قطر، موجود في جامعه قطر، ونشرناهم مره باللغه الانجليزيه ومره بالعربيه عن اهتمام طلبه الجامعه بالاحلام ودلالتها بالنسبه لهم كويس، وكانت يعني جميله لانها فيها نوع من انواع البيان ازاي الحلم ممكن يغير يعني اختيار الطالب او الطالبه في قرارات مهمه جدا زي الزواج واختيار الكليه وخلافه يعني. ان شاء الله موضوع جميل. طيب دكتور، في سؤال حوالين الفجوه اللي احنا بنجدها في المعلومات اللي موجوده عندنا والاحتياجات النفسيه الروحيه للاشخاص المعرضين للمحن، يعني بيكون في تحدي انه الشخص حتى لو عنده بعض المعارف لكن مش بيقدر ان هو يطبقها، فهو السائل بيسأل انه ممكن من الطبيعي ان الربط نفسه يكون صعب او ان الشخص ما عندوش القدره على ذلك. مظبوط طبعا، هو ده الاصل يعني، حالات التروما الصدمات النفسيه والضغوط اللي هي مطوله الامد يبقى في مشاكل فوق تحمل الانسان حقيقه، فوق قدراته على التكيف يعني. والمعالج عليه ان هو يعمل تقييم عشان نشوف ايه المصادر المختلفه التي يستطيع استخدامها مع هذا المريض بالذات. الطب النفسي والعلاج النفسي زي ما انتم عارفين يعني ليه خصوصيه جامده جدا في ان كل مريض له خلفيه مختلفه عن التاني وباك جراوند مختلف بالنسبه لنمط شخصيته وسمات شخصيته كويس، طبيعه الضغوط اللي وقعت عليه، البسط بتاعه، الفلنربيلتي بتاعته، هل هو معرض لانه اصاب بمرض نفسي لما يكون تحت ضغط شديد كويس، من البسط هيستوري بتاعه كويس، اذا كان في امور تانيه زاد موارد القوه، هل عنده موارد قوه بحيث ممكن المعالج يستخدمها ولا لا كويس. فطبعا دي بتبقى مراحل وبتحتاج صبر انها ليست سهله. اول مرحله بتكون مرحله الربو، مرحله التوثيق العلاقه ما بين المعالج وما بين المريض كويس، لابد ان يشعر المريض ان المعالج ده يريد مساعدته.
سبحان الله، العلاقة بين الطبيب والمريض علاقة قلبية عجيبة جدا. يعني المريض لما بيقعد مع الطبيب بيحس قلبيا كده إن الطبيب ده فعلا عايز يساعده، وتتولد بينه وبين بعض ربوه غريب جدا. علاقة الطبيب والمريض والبيشنت دكتور ريليشن شيب علاقة جميلة، بتثقل طبعا مع الإخلاص، وبتثقل أيضا مع الخبرة. كويس. وبعد كده بنحط أنا في التقييم بتاعه الليستة بتاعة الموارد بتاعة المريض، وبنشوف إيه الموارد اللي ممكن أستخدمها معاه. كويس. وأنواع الأخطاء المعرفية الموجودة، هل قابل للتصحيح بالأساليب التقليدية ولا نحتاج أستخدم أساليب أخرى معاه، استخدام الأسرة وغيره. فالحقيقة مفيش إجابة سهلة سريعة، لكنه دائما هناك أمل، وهناك كويس يعني إن شاء الله نور في نهاية النفق، ونحاول قدر الإمكان نساعد الناس إنها تتجاوز هذه المحن. ولكن مثل هذه الأشياء في هذا العصر حتى كثيرة. طيب، هو يعني وصلنا اخر تعليق، ان حد بيقول لو ممكن نأجل الاسئله لاخر المحاضره، بس الدكتور بدأ يتكلم وكنا نستفيد من كلامه لولا الاسئله اللي حضرتك طرحتيها. هو في الواقع احنا وصلنا لنهايه المحاضره، فاحنا عشان كده طرحنا الاسئله. المحاضره مدتها 45 دقيقه، لانه ما شاء الله يبدو احنا يعني تجاوزنا الحضور 80 وبدأنا على الوقت بالظبط الساعه 7 بتوقيت الدوحه ومكه وتركيا. فبدأنا المحاضرة خلصناها بعد 40 دقيقة وثم طرحنا الأسئلة. فبنشكركم جدا على حرصكم وعلى شغفكم للعلم ورغبتكم في أن تسمعوا الدكتور، وإحنا ده اللي إحنا بنعمله فعلا في كل محاضراتنا، بنطرح المحتوى العلمي كامل من الدكتور دون أي مقاطعة، ثم بنبدأ ناخد الأسئلة من المربع الحواري زي ما بتطرحوها بالظبط وبنطرحها على الدكتور. فربنا يحفظكم ويجزيكم خير. اظن ما فيش اسئله تانية، ومش حابين ناخد من وقت الدكتور اكتر من كده عشان نخلص على الوقت بالظبط. يعني لو حضرتك يا دكتور حابب تقول اي شيء تختم بيه او نصيحه بالنسبه للمحاضرات القادمه، اتفضل، المايك معاك. ونظرا ان السلسله دي مرتبطه اجزائها ببعض، فانصح ان دايما تتم مراجعه المحاضره مجرد من استلام التسجيل، ومره ثانيه قبل المحاضره التاليه، عشان يكونوا متصلين ببعضهم البعض. ولو في أي تساؤلات تكتب، ولما تيجوا إن شاء الله المرة الجاية بعد ما نخلص هنحاول نجاوبها. وفي كثير من الإجابات على فكرة هتيجي بعد كده. يعني طبعا أنا اتكلمت كلام فيه إجمال، بالذات في موضوع الإيمان والصحة النفسية، كلها مقدمات يعني. كويس. لكن الجزء الخاص بالسبيرتشوال انترفينشن ده جزء أساسي، لأن ده من تدخلاتنا إحنا. تستطيعوا تعملوه من الآن. إحنا عايزين الموضوع يكون موضوع تطبيقي. يعني الجزء الخاص بيه كويس، السيلف هيلب والدعاء للمرضى لابد ان احنا نطبقه فورا. السيلف هيلب مش صعب، لما يطلب المريض يكتب يوميات كويس او يقرا كتاب معين او شيء من هذا القبيل ليس صعب ابدا، ولكنه مفيد جدا. كويس. والدعاء للمرضى طبعا شيء عظيم جدا. وربنا يوفقكم، وان شاء الله نلتقي في المحاضره القادمه ونكمل المسيره بتاعتنا على بركه الله. جزاك خير يا دكتور، شكرا جدا لوقتك. حابين بس في النهايه ناكد على انه سوف تسجيل المحاضره هينزل على قناه اليوتيوب موجوده، تم نشرها دلوقتي، سنه جزاها الله خير نشرتها، وايضا هيعيد نشرها تاني على مجموعه الواتساب. مجموعه الواتساب تبع ايضا الاي اس اي بي موجوده في الشات، تم وضعها ويمكن ان انتم تنضموا لها. المحاور اللي تم ذكرها والدكتور المحاور اللي قالها في الاول هتم استكمالها خلال عده اسابيع. أظن ما فيش أسئلة تانية لم يتم الإجابة عليها. وضعنا كل الاستفسارات برضو يعني وضحناها فيما يخص الشهادات وكذا. إن شاء الله ممكن أيضا نعيد يعني وضع الجزء الأخير فيما يخص تسجيل والمحاضرات على الواتساب تاني عشان أي حد دخل متأخر، تقدروا تتابعوا كل المحاضرة من جديد لما تنزل إن شاء الله. نلقاكم إن شاء الله على خير المحاضرة القادمة، في أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.